ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتستكمل المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، وتم تسليم الطلاب أجهزة التابلت قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهيتم تسليم باقي الطلاب مع انطلاق الترم الثاني اليوم، وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي، وتضمنت إقرار استلام التابلت وأصل إيصال تأمين التابلت وصورة شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي إن وجدت وصورة بطاقة ولي الأمر. النهاردة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة هيبدأ في تنفيذ الأسبوع التدريب 27 من خلال 5 دورات تدريبية، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الطرق للتميز المؤسسي وتطبيق الجودة، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية، ودورة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكات والمراسم، بالإضافة لدورة لغة إنجليزية. وبيستفيد من هذه الدورات 157 متدرب من جميع المحافظات. النهاردة هيكون نهائي بطولة الأمم الإفريقية اللي هيجمع بين المنتخب النيجيري ومنتخب كوت ديفوار الساعة 10 مساءً.